قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. ملي كنا في البيرة واحد النهار واحد لا جودان زغبو الله وبغى يعيط عليا من بعيد قال لي او عيسى ندمته قلت ليه قولها وشلل فمك بالسمن والعسل شارجان عيسى وقالها وقولوا انتم الله اعلم بغيتي تاكل؟ بغيتي تشرب؟ وشنو بغيتي أبا العربي؟ واخا أبا العربي أنا غنرجع عندك. دخل. سي الحجوجي طاهر باغي يهضر معاك. خليه يدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السي الحجوجي الله يرضي عليك الا ما شوف لي شي حل مع هذاك عيسى سكنني مع شي حد اخر اللي يكون سكوتي ودريوش. اولا هو ما يبغيش اللي عيط له عيسى خصك تقول له الشارجان عيسى وراه هذا هو الشيء اللي غادي يحمقني. واش الرجل ما يعرفش يسكت دقيقه واحده من الهضره على القره والنقاشه؟ جاوا لاليمان قالوا لي هالعار الا ما جي معنا ضد الفرنسيس. قلت لهم لا احنا المغاربة ما كنغدروش ما فيناش الغدر. الالماني مسكين قافد كيطلب ويعورط ويزاول والدموع خارجين لي من عينيه بيضين وهو عينه زرقين وتما شو وقولوا الله اعلم. والله السيد طاهر داك السيد ما كاين بحاله قلبه بيض ونية وفوق هادشي كيدوز لكم الوقت بالهضرة على العسكر. هو بزاف السي الحجوجي واش الرجل مازال كل صباح كيفيق على النبوري وبدا يزمر لي في الكورنيطا قال لك وكيطلع في الرايه ديال القره طو 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 استحمد اش كدير لالا سماء اش غنقول لك والفضول فينا كاملين شي مبين وشي مخبي انا كنقول مع راسي اشنو فيها لا عرفت انت تبارك الله دريه زينه ولطيفه وطريفه وخدامه ما مزوجاش علاش يا باقي ما كتبش هذا الراجل تزوج بيا انت استحمد انا باقي داو اهلا 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 بسحمد كيف عامك؟ الحمد لله بدا سي صديق بغيت نسولك سي صديق قول سيدي اش حب الخطر؟ انت ديما ضحك وهاني مع راسك قانع باللي كاين واللي جابها الله مرحبا به واحد الاليماني كان سيدي دايز من تحت واحد الشجره تخبيت ليه ورا الشجره وقطعت النفس نقول لكم قطعتها شي ساعتين ولا جوج دقائق ما بقاش عندي التحقيق لان ديك الساعه الحجره ديال المكانه ديالي سالات وفضات بقيت كنتسنى فيه وانا ندور ليه من اللور ديال الشجره وجبت له كلاطه بالبايونيت ديالها حطيتها ليه عدل من الغير
اش دار لاليمان؟ وانتم قولوا الله اعلم. واتو تشعل ركابي ودارو شاف فيا، قال لي عاودوا لي عليك السي السارجان عيسى وما طيقتهمش بزاف. دويتي اش من بزاف؟ على مال الالماني قالها لي فمه بالالمانيه؟ راه انا اللي فهمتها بالالمانيه من عيني. وانتم قولوا الله اعلم. الله اعلم السي. الله اعلم. الو اييه اييه هو انا السرزان عيسى. اييه يا وليد اييه اييه. واصبر يا ولدي ما تقطعش، غنشوف لك واحد السيده اعطيها لادريسه باش هو قا وليدي ما تقطع. سنة 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 سنة. نعم السي عيسى انا جايه. اجي بنيتي عافاك عافاك دوي مع هاد السيد، راه غيعطيك واحد لادريسه قيديها ليا في شي وريقه الله يرحم والديك. الو السلام عليكم. اللي باغي نقول لكم هي طنجة. طنجة راها عيطت. وهاد طنجة هادي اش بغاتك اش دير بيك؟ ليش بغاتك؟ يا دابا جا وقتها عيطت عليا. نديرو هاد طنجة ما لقات ما دير وهي تعيط ليك. وحنا مالنا؟ انا عيطت عليا طنجة، انتوما بغيتكم تمشيو معايا تونسوني. قال لك شي حد راني ما قادش نتفارق معاك؟ ها؟ مشوق فيك، ما نعرفش نعيش بلا بيك. دخلت عليك بربي خليه يقول لينا داكشي اللي عنده. وحنا السرجان عيسى راه ما بقات لنا شي، بارك علينا لقينا فين ناكلو ونعسو الحمد لله ونتكمشو. ما حد باقي فينا الجهد اللي نزيدو نعيشو في هاد الدنيا، ما عمرنا غادي نكملو. ياك انا شديت تقاعد غاو النمس، عيطوا عليا لاليمان قالوا لي تخدم معنا، وين قلت لهم لا. وها الماكينه اللي كاين راه عاود طلقت. السيطار السيطار خليه يتكلم باش نعرفوا اش عنده. الله يهديك. انا لا ما عرفتش شنو عنده هاد الليله، راه ما يجينيش نعس. اسمح لي يا سي صديقي. كب الماء زيد في الصابون. غنمشيو لطنجة باش نتبحرو ونتصورو في سور المعاقيس، أو نسولو ولاد البلاد علاش سماوه في سور المعاقيس. علاه؟ كب الماء ودير الصابون، حيت أنا العسكر أقتل فيا العكس، وتالي حنا غادي نبقاو في هاد الدار حتى ينسونا للقبر. الناس وانا ما عندي ما نقول لك دابا السرجان عيسى، انا راه كثار مع 10 سنين ما خرجت من هنا، راه ما بقيتش عارف الدنيا كي دايره برا. وهات هات السي احمد، هذه هي الوجيبه باش تشوف الدنيا كي دايره برا. نكب الماء. كب الماء زيد دير الصابون. وانا حتى الغدا ونجاوبكم واش غنمشي معكم ولا لا. وانت السي صديق اش غادي بالي؟ انا اللي دارها الله مرحبا بها. على ديال اليمين الى السي الصديق مدوز الكيره وما باغيش يقول. وانت؟ انا ما غاديش نمشي معاك لهاد طنجه غير باش نتهنى من صداعك على الكيره والمكاجيه. السطار 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 ولا عليك ولا عليك السرجان عيسى، غادي نمشيو معاك ان شاء الله لطنجه، وحتى السي الطاهر غادي يمشي حتى هو معنا. هذه ضربها عليا انا، ولكن بغيت نعرف امتى باغي تمشي ان شاء الله؟ حتى انا لا باغي. انا اليوم اكثر من غدا تهزر مزيان وورك وشد ليا في العصير. يا سرجان عيسى تو تاش كتاكل؟ انت راه عسرتيني انا تهزر مزيان تهزر مزيان. ها شيف ها حي حي حي. هلا هلا يا وانت اش كتقول يا سرجان؟ انا ما عندي مشكل، وانت اش كتقول؟ وانا كيبان ليا شتي هاد الهضره ديال السرجان ما دخلاتش في الدماغ. انا خاصني نمشي باش نعرف شنو غيدير في هاد الطنجة. عمر شي واحد ما جا طلب الترخيص باش يسافر
ويشوف الدنيا ويتمتع. هي ما كان مشكلة سيدي، غير نسافروا. الله يا ودي، انتوما حرين، ديروا ما بغيتوا وتمشيوا فين بغيتوا. ايوا حنا بغينا السيطة هذه يمشي معنا باش يفوش شي شوية حتى هو. غادي نقنع، غادي نقنع. الله يبارك فيك اسيدي. أنا كنتسناك وقتاش نقني لشي بيت آخر مع شي حد، وأنت كتقول لي نسافر معاه. وصلت ما ندير؟ نسافر مع واحد مضروب على العسكر، كيتعشى بالقرة ويفطر بالمقاجية ويتغدى بالقنبول والمدافع. ايوا المهم سير معاهم لطنجة، وملي ترجعوا ان شاء الله انا كنوعدك انا باش غادي نطلب من السيد هامي اللي ساكن مع السي العربي يجي يسكن مع الشرجان عيسى. اييه وانت تمشي عند السي العربي. هادي عندك السي العربي زيزون ودرويش. عسكري عسكري من الصباط حتى للرزة. غاسيان راه درنا التمنية ماشي التمنية وقسمين، وملي كنقولوا التمنية هي التمنية بلا دقيقة زايدة بلا دقيقة ناقصة. حنا ملي كنا في القيرة كنا كنفيقوا على النبوري مع السروية. وزيدوا وبقاو متبعين وراه غنبقاو هنايا. حيت ما ندوزيش قيرة. وزيدوا زيدوا. ملي كنا في القيرة كنا كنفيقوا مع الربعة الصباح، واللي ما ناضش كيكبوا عليه دلو ديال الما بارد كاس ياك الألمان ما فيهاش مدن. أنا كنت كنفيق قبل منه. الصباط مسيري كسوة مصلوحة، الرزة مجبدة مزيان مع الحافة ديال الطبلة. كان واحد لجودان سميتو شفازينينغر كان كيعيط ليا الشرجان عيسى. وطوير ما عمرو عيط ليا عيسى حرفيا. ديك الساعة كنت أنا في الدخلة ديال ليش منين دخل بطايون ديال هيكلير لبروكسيل، كنت أنا تما. فين بغيت نركبو؟ ها؟ غتشدو الكوتشي باش تشوفو المحطة الدراري. أييه. يا ودي الرجالة، شتي نتوما كنتم دوزين القيرة كون راضي بانيتو راسك. احنا عاود، عاود القيرة والعسكر. أسي صابر، دخلت عليك بالله، إلا ما صبر وركب معنا هاد المرة. توكل على الله. على وجهك، على وجهك غادي نطلع في الكوتشي. آخر أيامي وليت غنركب في الكوتشي باش نمشي المحطة ديال الدراري. قال لك الكوتشي. انا بغيت نعرف حاجه هو انتما ملي ما دوزتوش صاحبي انا غادي نقول امول الكوتشي خليه واش تقولوا لي اسكت هذا اش مشكل سكتني هذا يا بنت وعليا باليمين وما سكتينا من هاد الهضور ديالك يحتر ريب لك داك الفم اللي مركب. بهاد الفيرما غتريب لي انا فمي. بغيت نعرف اش غيوقع على رجلي فمو. ترى فكرني بواحد الاليماني كان ناوي يهرس لي الفم. ضربته ضربه وحده ما عاودتش معاه. طاح كوما كان في عمره ديك الساعه في 42 شي 34 باقي في ديك 34. وتويجه هادي. واحد النهار كنا في الغابه كان قنبول كينزل من السماء وكيطلع من الماء. اي الماء اللي في الغابه
وانا نشوف داك الشارجان ديالهم اللي مقيدهم قال مع راسو هذاك الشارجان عيسى خصو يتهرس ليهم. وباش قالها له؟ بالشينويه ولا بالالمانيه ولا باش؟ يمكن قالها بالانجليزيه. انا راه ما عندي ما ندير بهاد الدرامات، انا فلوس تران زايدين فيا عليا باليمين. لا مشيت فيه ولا بغيتو تمشيو يلا مشيو في لوطوسطو. أسي الطهر أسي صديقي، أنا راه كنتبع الدواء اللي خرج لي الطبيب مزيان ودار الريجيم مزيان، والسكر غير ما زايد طالع عليه بسبب الهضرة ديالو هالاندوشين هالكيرة هاد العسكر هادشي راه بزاف. هذا الرجل أش دالك إلا بقيت تتكلم على الكيرة؟ سي صديقي أنا هاد طنجة غنمشي لها في التران ولا في الكار، هادشي ديال لوطوسطو ما عندي ما ندير بيه. دابا دخلتها لك إلا ما يالله رجع معايا. راه غير حيت عزيز عليا وما قدرتش نخليها في خاطرك. الله يحفظك. هاد الطار وتبع رايي وغادي تشوف بعينك. هاد الطريق احنا غنشوف. يلا زيد هاد الصحبة زيد. بحال طنطنة وكوشتي في لاليمان. وقفوها هنا تسناو إلا جا شي واحد. حاجة استحمل هاد خينا اللي جاي دار فيه ولد الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين غادي الوالد؟ غادي يا وليدي لطنجة. انا راح دي كازا. واخا ما كاين مشكل. لا تفضل معايا شي ناس. مرحبا بهم. عيط لي عيط لي. والله الا مدوز العسكر انت. يلا سيادنا طلعوا طلعوا. هاكم اش كدير السلام؟ خليك نسكع. لا تقوم من دابا ماشي حتى نوصلو ونوضو الصداع. صافي سيد بغا يدير خير تمنعو. جزاك الله خير راسي. لا كاين حتى شي مشكل اصاحبي. وين نتوما في الخطوة هذا؟ كلها ومنين جا؟ ها تلاقينا في دار العجازة. دار العجازة؟ هذيك لا ميزون دي لا ميزون دي زانكابابل. دورو طريطي. الله يلفيكم بعد شوية. إيه على قد الحال. الله يجازيهم بخير. انا حاجه وحده اللي ما عجبانيش هي هذيك دار العجازه كان يديروا ليها البلان ديال القشله. هو بدا يسرسر وطلق السلوكيه ديالو وسكتوا صاحبي سكتوا. مصيبه هذه. حيت ديك دار العجازه كتعلمنا العكس. واللي شاف فينا تيقول لك راه معكازين وراه ناس كبار وسالاو وفضوا هريمنا. سمعك الله سي سعيد. سي سعيد وديها في الطريق هذه الا تبعتيه راه مشيتي فيها. ملي كنا في الكيرة تما مع البطايون كان واحد الالماني كان بعيد عليا شي 600 متر ولا نقول لك 3 متر. ما بقيتش عاقل حيت ما ديتش معايا المتر باش نعبر. ما نفعني غير جبت المقحلة ونقشت عليه جبتها ليه بين الحجبان ولا نقول لك بين الودنين وقيلا بين العينين. تا شوف قدامك غدير بينا شي كارثة. شوف اودي قدامك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما صلينا لا ضف الراس ورد. أسيدي غنتوضا ونصليو جماعة. يلا زيد زيد أسحب. واربعه
وراه هرب. ود الحرا هرب علينا. ولا اش درنا له؟ نحلف على هاد خينا هذا ما مدوز العسكر. لا عليه بيهرب. وعيسى راك قهرتيه وقهرتينا معاه ملي ركبنا وانت هز عليه ديك الجباده ديالك والقيره القيره. العار العار الى ما تسكتنا. والسته وحمد الله عندكم الزهر اللي خلى لكم السيكان. اما واحد في الاليمان ودانا السكادوات خمناها الخلا والجلا والثلج. شتا عيسى انا راه غا كنضيع معاك وقتي. اجي نكمل لك على القيره. تعال السته والسته قانا رجعت كنتمنى هنا مشي لعم عقران السلطة. الله يهديكم الله يهديك راه ما يكون غير الخير إن شاء الله. أو السلطة وانت تطرق الدار البيضاء ما عارفها فين جات ترى من هادشي راه خصك توقف هنا في هادشي هاد. أنا قررت باش نرجع بحالتي لمراكش. قال لك لوطوستوب أتوكل على الله ورجع معنا وما عرفت الله اش موجد لك في هاد السطر. يلاه الله يهديك يلاه انا على الشيطان نزوج بكم راكم زعما بحال الخوت. فصافي يا سيدي ما كاين مشكل وريني بشرط. ما هو اذا وقف لنا شي حد عيسى يركب اللور. ما كاين مشكل متفقين متفقين. هاد خينا اللي جاي اظهر لي محال غادي يوقف لينا. سرجان عيسى جاني العطاس بغيت نشرب. وملي قلت لي الشرجان اشرب لي مع راسك غادا تدفشي بعضين. هاد خينا اللي جاي ظاهر فيه ولد الناس. بالفضل منك لا يمكن لك تاخذنا معك في طريقك. فين غادي نشري؟ اسيدي قصدي طنجة ان شاء الله. انا حدي كازا. ايوا سيدي ما كاين مشكل اللي قسم الله هو اللي كاين من تما نلقاو المركب ان شاء الله. يلا طلعوا سيدي طلع. اش سماك الله؟ حسن. جيتي وليدات؟ يا عندي واحد. كيفاش واحد انت في هذا العمر؟ ايوا هادشي اللي عطى الله. ايوا انت شغلك مصيبه هذه. واحد مضروب على تاع سكريات وواحد قتل الفضول. واسي عرفتي اش غادي يكون واقع للسي حسن؟ اش غادي يكون واقع ليه؟ ما وقع لشي واحد حتى هو كان في الكيرة. بغيت نعرف انا منك كي كانوا هاد البنات اللي كنت انا باقي صغير. اودي الحمد لله حنا اللي تزادينا في الضو. حمد الله. واقيلا انت بوحدك اللي تزاديتي في الضو. انا تزدت سيدي في الظلمه ما شتا تتزوجت بها. انا راه عيت فين نمشيو بالجوع. انتم قول لي اش غاتاكلوا فين غنباتوا؟ فين غنباتوا؟ ايوا عيسى ورينا حنتي ديك انت اللي جايبنا حتى لهنا. ها؟ قلنا اش غنديروا دابا؟ هل معقول دابا انت كتشد على نفسك باللي ما قادرش ديباني راسك؟ علاش؟ حيت ما مدوش القيره. راني مصيبه هذا. سي الطوير انا غنوريك العساكريه علاش قادين. تسناوني هنا انا جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سيدي قبل ما ناكل الدبوش بغيت نسولك. ايه علاش سيدي؟ بغيت نعرف واش مدوز العسكر. ايه سيدي مدوز العسكر. تخنعك بالله. نكذبوا عليك؟ غنقدم لك راسي. الشرجان عيسى. تشرف فينا الشرجان عيسى. ايوا اللي نطولوا ونقصروا. ياك ما عنديش فين نبات. لا انا ولا صحابي. وجينا عندك طالبين ضيف الله. صافي.
مرحبا مرحبا بضيفنا انت واللي جا معك. الله يهديك. اسمك الله؟ الجلالي شارجان الجلالي. شارجان 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 شارجان. انا سميتك ياك ريحة الببوش عاطية. سميتك قبل من الببوش باللي انت مدوز العسكر. سبحان الله تبارك الله تبارك الله. ازيد اسيادنا هما هادو صحابي. مرحبا. كنقدم لكم الشارجان الجلالي. مرحبا. وراه تيقول لكم مرحبا بضيف الله. دابا حتى انت شارجان؟ اي حتى انا شارجان شارجان الجلالي ومازال غتمشي معايا للدار ان شاء الله وتباتوا وغادي نقصروا ونجبدوا جدوزنا في العسكر وجدوزنا في الشين وولندي وشين وكاع الحروب كلها. بب عمروك زيادة سي طاهر كان عندك سارجان ولا وجوج. تعرفوا واش غيجيكم مليح وتصبحوا على خير الخوت. لا 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 شنو لا سارجان عيسى هذا مالو مشى طاير لي مالو؟ ما ديش عليه ما مدوش الكيرة. أويلي جيب ربعة ديال الرجالة احنا ما لقينا ما ناكلو احنا وليداتنا جيب ناس ما كنعرفوهم ما كيعرفونا يتعشاو ويباتوا. علاش تشتري هاد المرأة؟ شوفي متخوتيش بزاف الناس كتسمع والشارجان الجلالي راه ما يمكنش يجري على ضيف الله. كوني تصنتي شوية ديري العشاء وسكتي وتا لا ما عندناش باش غنديرو عشاء غادي نخرج عند واحد في الجيران ونجيب لي قسم الله ودير لنا العشاء. إيه ما عندنا عليها نتسلفو ونتكلفو باش تبقى لي على خاطرك. معليش الشيطان الله يهديك قلت لك هضري غير بشوية الناس كتسمع راهم كيتصنتو. شوف بصافي يا العرض عطل هاد المرة هادي على راسك وصافي يلا بارك عليا. مرحبا ضيفي الله. مرحبا مرحبا. ها واحد البراد ديالها تاينا عام اسيدي هاهو بقاو تخاقبو بينا حتى الصباح. سي جيلاني نعم اسيدي. سيدي سمح لينا بزاف كلف سي راسك هادي الصراحة. الله يا ودي باش غنسمح لكم فاش راه غير عشا على قد الحال وصافي. ها سي سدي. نعم اسيدي. حنا في العساكرية ما كنقصروش يعني الضيف كان كرموه كرموه وما كنخليوش من جهدنا. واحد المرة باقي كنعقل كانت فيا النوبة انا اللي كدير الباتروي ايوا ندور ونقلب وفي نصاصات الليل ونلقى لك واحد الربعة ديال الالمانيين باغيين يدخلوا للقشلة وانا نشدهم بوحدك. المهم تميت غادي عندهم نشوفهم اللي شدينا في الحبس دخلت عندهم نشوفهم انا اللي شديتهم بقاو فيا الزغابة أربعة ديال الألمان هوك يديروا والله العظيم بكثرة الكرام اللي فيا حيت أنا كيقولوا لي الشارجان عيسى في القشلة معروف بالكرام. عرفت اش درت ليهم؟ ذبحت ليهم عتروس ما فضلتو قدام كودي طويح. الشارجان عيسى بلاتي بلاتي أنا جاي بلاتي مرحبا بلاتي أنا جاي. وي 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 الله يجازي بخير. أيه عجبتني هاد عتروس. عجباتك عرس هاي ما نفرطش فيها أنا وعمري ما نفرط فيها. روبو شوف وإذا نعسوا هاد الليلة هاوجي هاوجي أخوك أنت بلاتي نعود لك على الماء وأنت اللي وصلنا للراس ديال العتروس وقربنا للتقالية وتشوف الفاف وتشوف وعيسى وعيسى واش حنا عاد بغينا نقرقبونا وانت باغي تنعس؟ قرقب ولا ما تقرقبش انا ما تقول هاد الخساره ما عرفتش مين صرات عليا الله يلعن على السلعه. مرحبا 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 بالسرجان عيسى وصحابو نهار كبير هذا. الله يبارك فيك السرجان الجلالي الله يحفظك. انا غنجيب واحد الزلاق ديال الشمج مزيان يلا يا مرد الوليدي يا بسم الله. والخوت معك فلوس فين تشعب؟ اين فلوس؟ الفلوس اللي جت معايا ما عرفتهم فين تشعب غير كشوية ربما حطيتيهم شي محل ونسيتيهم. نعم الشيطان اسي صديق فين انا حطهم انا كنت عزم من تحت السمطة راه عنده الحق ترى الفلوس اللي كانوا عندي في الشعب كاش جيت نعس خليتهم عندي. هذا بالله من الشيطان الرجيم وانت كيظهر لي ذاك البركة اللي جبت معايا طارت تحتها وانت عايشة شفت لك شي حاجه لا الا عمركم شفتوا شي عسكري عنده الفلوس لا شتي يا قلتها لكم وديما تنقولها لكم كون كنتم مدوزين بيره ما يشمتوكمش ويديو لكم الفلوس
انا باقي كنعقل مني كنا في الديره واحد الالماني زغبوا الله وعيسى وعيسى سكتنا واش حنا في الفلوس اللي مشاو لنا هذا وقت الديار يا ريتنا اش كاين يا سيدي يا ودينا على الشيطان ياك شي بس ما كاين اش كاين اللي جا شرا مالك يا ريت تجينا عرش فجل هنا يا ريت جينا دابا نتوما كتقولوا هاد السيد عرض عليكم غير باش يشفركم اييه شي لا الكذوب على الله حرام هاد السيد ما دار غير الخير ضايفنا وكرمنا وبيتنا عنده هاد الناس ضالمينو وانا نشهد لي قال لك بلي هاد الراجل سرقهم وهما لا هما فرطوا في ريوسهم علم الله فين طاحوا لهم الفلوس هاد الشيء اللي كاين عمس واش عرفتي اش كتقول لك تسول ايوا شنو هاد الشيء اللي كاين ايوا عيسى كاين هاد الشيء ولا ما كاينش هاد الشيء والله العظيم الا مبلوش ما يمكنش يباتوا عندهم الخونو اللهم انا هذا مكره عباد الله اللهم انا هذا شكون اللي دايرين الفلوس تاعنا شوفوا انتم فين طيحتهم شوفوا انتم المحسنين لا لا يتسلي بكم زمان ولا يدور بكم يدين تاع الله المحسنين لا لا يتسلي بكم زمان ولا يدور بكم يدين يا ودي الراجل احصلتي وفرشتي كارطونه وبديتي كتسعق اسيت طه راه حشومه عليك هادشي غير تقطع بيك الحبل دورتيها صحايا وانت ما يقدرش يديباني راسو حيت ما مدوش الكيره والكيره هي اللي خاصني ندير معاك يا عيسى انت اش غدير معايا وعطيني نتيسى اش غدير معايا حيد عليا الكارطون حيد عليا من هنا حيد عليا يا عيسى اش رجع اهدك اجمع علينا قلق قلق الله يهديك انت يلا استحمل قول لي يا سحني اش من خدمه تقدر دير اش ندير اش هادي سبب لعباد الله على بوزلوم بوصفير بومزوي بو عيسى اي كاع المرض اللي كيبدا بو بو داوي بو اقول لك انت ندير حساب الحمام وانت سي الصديق اذا لقيتي لي شي خدمه اللي نقدر عليها انا موجود الخير في مختاره الله هذا هو المعقول دابا هاي ليا غير ما باغيش تقول باللي راك مدوز الكيره ها انا وانت سي طوير تقدر على شي حاجه ولا والو علاه ما نقد على والو علاه ايوا هانا دبروا لي على شي تقشيطه نولي نركز فوق الكارويات والميدات ونجمع لكم الغرامه واش غير اللي كبر يبقى في دارو ياكل في القوت ويتسنى في الموت لا والف مره لا كونوا رجال مازال قادرين نعيشوا مازال قادرين نخدموا مازال قادرين نقاجيو ونمشيو للقيره بالكم راه كوم تهجروا شفت السي بوشهاد حنا باغيين نخدموا الى ساعتين الله يجازيك بخير هادشي اللي كاين انتوما متاكدين باللي المدن ديال الجامع هو اللي صيفطكم من عندي الله يا ودي مشينا عنده وحكينا له اش وقع لنا قال لي نسيروا عند السي بوشهاد راه ما يرداش يفوجكم شوفوا غندير معاكم داكشي اللي غتندير مع الناس كاملين قبل ما تقول لنا داكشي اللي كدير مع الناس كاملين بغيت نعرف واش انت كنتي في القيرة عيسى عيسى سكتنا سكتنا خلينا نسمعوا الرجل اش باغي يقول انت مالك انت انا راه مدوز العسكر الله اكبر فتح الله الاسرار هل معقول معاك السرجان عيسى بالكم معاك السرجان عيسى رفو بباب شتي بيوت السطار عندي واحد البيت في السطح نعطيه لكم جلسوا فيه
والخبز هزو بيه على ما قديته. وفي كل ليله بوب 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 في كل ليله نعاود لكم اسنو داس عليا في العسكر العز العز اش يتخبز اش الدهر اش الدهر دابا بخت عليك بالله ارجع معايا وما يكون غير خير ان شاء الله. يلا مع الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني بسم الله. بسم الله كده الحركة بعدا. الحمد لله. لا ترى بقى شي صريف. أنا بسم الله. شحال ديتي البارح؟ ديت وقيلة 150. 150 ولا زايدة عندك شي بركة هنا. ياه. كان عندي شي صريف. بسم الله. بسم الله. الله يرحم والديك. الخبز ديال اليوم واجد. واجد أنتي مولات الخير. دخلي شوفي اش بغيتي. الله يكثر خيرك اسيدي. سي بوشان شكون هاد السيده؟ هادي لالا تايكا امرأة الله يعمرها سلعة ديما كتجي تبيع الخبز من عندي. هادي كتبيع الخبز هادي كتبيع الخبز ودوي بشوية غتسمعك. وعلى فين الراجل هذا؟ اش كيعمل؟ راجلها وراه مات شحال هذا. الله انت شو الراجل كي صغار ايوا شكون اللي ساكن معاها؟ اللي عايش معاها هو ولدها. ايا اش ما عندك ما دير الصباح وشي ماكياج تبديله ماكياج تبديله عرض الازياء كاين هنا كوني تحشمي واش انت ما عندك شغل بقى حاضرين غير انايا شفت انا كنشوفك كتشد ميت البوريش فريكو انا قطب الشمالي شي قطب الشمالي راه سخن منك وجه الويل كتمشي مزيان ونوردي تخليها صاحبي تلبس ما تلبس تمسي صن هدوم تسكت اخا نوردي انا العار اللي مسكت لا خدمه لا ردمه لا والو الرونديفو ديما في الوقت كيفاش زعما واش انت سوقك يخ على ماركه غير كنشوفك الله يستر كطلع لي الحراره حراره خط السواء انا ورا الخط لي السواء برد منك لا فوق ادور البنو شي انت ما خط السوائي ما قطب الشمالي تراك متلت برمودا واسكت اسكت صاحبي اسكت حرك انت مصطفى مصطفى شوف 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 اضرب عاد الناس مخرج الخبز من الفران ومالهم اخا اختهم يديروا فراش حدا الوالدين ديالك وي زعما في عندي الخبز لا ماشي الوالده صاحبي اربعه الناس كيفاش جاو يدوا الخبز ولاش بغاو وعلاش جاو الحومه ريح ما عرفتي والو حتى كون كنت فيك النفس وقلبك حي تكون مشيتي عاونتي الوالدينك في السوق وانت مقابل هذا داز هذا مشى هذا خرج هذا طل هذا طلع السما وبقى حاضر البشر دابا انت 40 عام وانت حدا هذا الحيط قلبك حي واش تي هذا الحيط انا ندير معاك كونطرا انا ما كنفهموش انت كتقرا الجورنال وانا نقال السلام عليكم جيب لي الكاس ديالي الله يخليك واش ايش ايه ايه اشوف خلي 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 نضل خلي نضل نور الدين صافي اجي ونضل اجي لا عبدك لا عبدك Thank you.
كتكار واش دارك السحني عندك الصحه السرجان عيسى ما حدنا باقين في الدنيا باقي نعيش ونخدموا ونديروا اللي بغينا وباقي حتى نرجعوا صغار هذاك طوير فين شاتا والله علي والله نمشي نقلبوا عليه اي 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 سيروا انتم انا نبقى حاضر لكم الكروسه هذا الكروسة يلا يلا سعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف كان البيع اليوم؟ اليوم الحمد لله الله يجعل البركة ياك ما ضيقنا عليك حيت جينا وجلسنا لا لا حاشا كلها كيدي رزقه أنا سميتي أنا سميتي الصدق وأنا سميتي تسعيكا لا لا تسعيكا وكيفاش عرفتي سميتي السي الصدق؟ السي الصدق شتي هاد السي الصدق اللي كتقولي ليا خارجه من فمك بحال العسل أنا من نهار توفات المرحومة مراتي ما بقات حتى وحدة كتقول ليا السي الصدق إوا يبغي لي نعاونك نوصلو هادشي للدار عندك لا أويلي حشومة وين شافك ولدي نور الدين أش غندير معاه؟ علاش لا لا أنا حنا كنعصاو الله أنا نيتي حسنة وما يكون غير الخير مع السي نور الدين اش كتقصد بنيتك حسنة؟ وتحس بلي تعاون يلا يا نجلس معاك هاد الجو الرومانسي تخيل راسك دابا انت كتعيش في عالم شوميرا وكتحلم تدخل لعالم الخدمة تحس باللي راسك راك خدام وكتسنى راه الشهر باش تخلص وترفيح وتولي بخير وعلى خير زوين هادشي اواه دابا انت 40 عام انت كتحس بهادشي تحس بالشوميرا ولكن ما جابش الله ما عندكش الزهر اخويا عندك العكس انا كون كان عندي الزهر ونسلفتولك باش تخدم ونتهنى منك وارد فك وارد خويا سعيد السلام عليكم واحد السؤال بالاداب الله يحفظك تفضل دابا انت تزوج هاد 4 سنين ياك بلي ماك الوليد صغير بنية بغيت نعرف غير المشكل فين كاين فيك انت في المدام فيكم بجوج ولا ديك اللعبه ديال تنفرش الدار الفطويات المرطوب الروبيني عدن ها سعداتك اخويا بخير هاني مع راسك الله يعفو عليك على بصر كيدير كتفكر معاه في مشكله قد الخلاق كاين اللي عليك ايه انا اخويا انا نور الدين وهادي ما عندكش ها ها هو المعلم تحاضي الطالعه والنازله جهه الشويبيني هذا وقرض لك الوليده وفين هي الرجول وبين ليا انا جاي ولما جيش سير داك لاري حدي معاك الدكه ونور الدين وما دير والو بسخوط عليا غير الله يرحم والدي اسمح لي على عذابك معايا عذابك راحة عمدي عذابك راحة غير واحد حاجة كخشك تعرفها ما باقي شي تقولي لي يا السي الصدق أبدا كما كنت كتقولي لي من قبل ما صافي من اليوم ما بقى نقول لك السي الصدق نقول لك السي الصدق الصدق حرفية صافي الصدق حرفية سلامة سلامة تبقى على خير خليني نسد الباب لا لا وهذا بالذاتي انا ما بغيتكش تشدي الباب حتى نتيقن ونتاكد باللي وصلتي بخير وسلام صافي انا وصلت بخير تبقى على خير وحتى سلامة الصدق الحرفية انا غادي يا بني انا ما نمشي حتى تشدي الباب صافي انا ما كنتش نسد الباب بشكل حشا
محشومه. هو حتى تاكد انك شديتي الباب. ايوا بسلامة خليني نسد. وانا محشومه ما نسدش الباب في وجهك. لا نمشي شي حتى تشدي الباب. والله كثر خيرك ياسين. زين وعرفتي اش غدير؟ انا غادي ندخل وانت غتجبد الباب موراك وبسلامة عليك. حتى هادي مزيانه. شويه سلامة. حومة كاملة ما عمرش واحد ما قاول بها. غتجي انت دوز عليا الدكاكة كيفاش ما تقدرش تمشي ولا ما سدتش الوالدة الباب؟ ما فهمتش الوالدة؟ انت نور الدين تكلمت عليك تايكة تايكة؟ أيوا غتقول لي من كتعرف الوالدة ولا غتحسب سنانك؟ ما عندك علاش تحسب لي سناني؟ ما عندك علاش تحسب لي سناني؟ أنا نيتي حسنة وناوي غير الخير. كيفاش ناوي الخير؟ والله شاهد عليا إلا ناوي الخير. كيف شتي دابا؟ إلا مكتبة أنا ناوي نتزوج بالوالدة. ولي ما كتبش؟ اش غيوقع؟ لا عارف اش غيوقع؟ ما عارف. أنا نقول لك اش غيوقع؟ مولاي الحومة غيقولوا هذاك الشي باني جا ضحك على هذاك هو أمه وصلت. ولكن اش غندير أنا؟ انا غير كتبها صحه غتدخل معايا دابا للدار غتخطب الوالده فهمتيني؟ ما عندي ما نقول اوليدي ما عندي وما غاديش نبغي لك انا نعم وانت غتطلبني اييه وما غنبغي لكش عاود ثاني اييه اييه وغتبقى تبكي وتطلب فيا باش نبغي لك. لا لا شوف اوليدي شوف داكشي اللي باين لك انت انا متفق عليه خليني غير نطلع النفس اسمع وغتعاود تطلبني وغتبقى فيا وغنفكر مزيان معاك وملي غنفكر غنوافق ليك وملي غنوافق ليك غتزوج بالوالده صافي باش انا نعيش بخير في هاد الحومه حتى واحد ما يهضر اللي قلتيه هو اللي كان تفاهمنا خليني يلا تفضل سنى تفضل ابا الحاج الله عليك مرحبا مرحبا الوالده عمراتي واش احنا انا داك المسمن لهنا وكل الخبز راه مزيان ليك. الماكلة راه يتحط عليها السلاح لا من جهتنا ولا من جهة العدو. ملي كيوقف الضرب والدق والتشنديق ديك الساعة كندخل سوق راسي ها كنساليو الماكلة كنعمر الكلاطة نبقى نضرب 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 تبقى فيها قرطاسة وحدة كنقتل فيها في الاخر واحد ولا جوج وحتى ثلاثة بقرطاسة وحدة وتما عرفتي الفرنسيس السارجان مش عيب اش كانوا يقولوا عليا قال لك انا هذاك السارجان عيسى ما كاينش خوه ما كاينش بحالو وحتى الميريكان شافوني كيفاش كنيس وكنتيري قالوا لي يلا تحارب معانا ضد الجابون راه ما قدرناش ليهم قلت لهم ما كاينش المشكل بسم الله تواضعت ومشيت معاهم للجابون بكيها داش نقول لك واحد جوج ولا ثلاثة كيلومتر وكنيس وكنتيري اي ما كانش عندك المترو وكنتيري الجابوني كيطيح كالزرزور واحد النهار حصلت في واحد الغابة والغابة اللي حصلت فيه تهني تهنينا خلي الشارجان مش عيب يعود لينا ايوا وتوضرت ما بقيت عارف من الشمال ولا بالجنوب ما كانتش عندك الوصلة انا هربان والجابون تابعيني بحال الجراد تبعوك ما عرفتش كيفاش عرفوني انا اللي كنت نتيري فيهم منفعني عين الواد طلعت في الجبل وانا نتلاح في الواد بكي عاوني خمسة دقائق ولا عشرة دقائق واخوك على الهواء تكون طحت في الماء خمسة سواع ولا عشرة سواع وانا تحت الماء ما كانش عندك المكانه ديال الماء واش نقول لك حتى باش كنت نتنفس باش وبقصبة دير هاي والبلاوات حاضيني نطلع من الماء هادي راه ماشي سلوكيه وشنو هي دوبير معان
ديالي هادي ما كانتش على البال. يلا ابدا. اش غادي نبدا؟ وبدا خطب مني الوالده. واش غادي نقول لك انا اللي كاين راك عارفو. دابا انت علاش جاي عندي للدار؟ علاش؟ انا بصراحه جيت باش. نعم؟ جيت. انا جيت طالب منك الوالده ديالك نتزوج بها. اواه مشكلة هادي يا صاحبي، غندير معاك دابا انا في هادشي. ما معلومش. اش هادشي يا صاحبي كتقول؟ غتزوج الوالده ديالي انا؟ ايه. مشكلة هادي يا صاحبي. صيب هادي يا صاحبي. شاش غدير؟ هاش؟ وما غنى فيك ندير الاجراءات ديال غطلبني وتقنعني وتقاسبكي. نعم. عندي ما يدار في راس الدرب. ها؟ ومشي نقضيه. ايه. عندك تسلس؟ لا لا لا. غضبني منك. لا لا. ومرة مرة شرب اتاي. وليدة. سخني اتاي. وكاد شي اشتوات ديك الليلة وحنا كنا هاجمين وعافطين في ذاك الغيس والحيس والميس، وكنت سول هاد البرود كان يقول لك على كل شيء. وياه هي هاد البرود كان عندك دابا يتزار. ايهو كل شيء انا وطالع في الهليكوبتر والبرد والشتا والرعد والبرق وقسات الفرفارة هي توقف. جبت لي يدي وفي الصمتة وكان ندور باش لي كوبتر ما طيحش. ما طاحتش ديري كوبتر. ايه شات شي كاع اللي عاودتي ليا. انا دوزت وغنازل في الباراشي. وياه. السلام عليكم. السلام عليكم سي صديق. السلامه. الله يسلمك ربي. الله الله. تفضل سي صديق. مرحبا. مال ياك لاباس؟ اش تعطي له؟ لا خاصكم تقولوا لي مبارك مسعود. يا سيدي مبارك مسعود. مبارك مسعود. عندي العرس. العرس؟ واسي احمد. واسي احمد. وافق سمع اش واقع. سالت الديره. ولا السي الصديق راه دوز الكلمه وخطب. هيدي هيدي. هذا هذا. معذرهم قالوا. دوز على الواد الهرهوري ما تدوش على الساكوس. اللي شاو بحالك كاع ما يقول خفيف وكيطير. هو سبابي في هذا السفر. ياك كيقول لي شي خير كيتلاقاك في هذا السفر معانا في الطريق هو اللي دابا دا الخير والخمير. الله يبليتي راني حشمانه. ما عندكش مناش تحشمي الوالده، راكي ما درتي غير الحلال. يا بنيتي ولكن انا عمري ما طاحت على بالي ولا فكرت انني نتزوج ملي ما تباك. واخا تزوجت صغيره وما عقلاش ما فرحت براسي ما درت تصاور ما درت برزامه والو. من حقك الوالده ديري كيف ما بغيتي، وحنا عمرنا ما نساو داكشي اللي درتي لينا. قفضتي على دراعك وخرجتي تخدمي باش تعيشينا. فرحتيني ورتحتيني. الله يرتحك بنيتي. لالا تيكا، واش قابلة تزوجي بالسي صديق؟ أسيدي السكوت على مطر الرضا. سجل سي صديق. لاباس. واش قابل تزوج بلالا تيكا؟ قابل وبالهلا يطريه لي أسيدي. اللهم بارك. سجل. دابا هادشي باين ليا. اش غتقول لي؟ غتقول لي راجل موي عزيزي حبيبي با ما انت عويناتك زرقين وبيكيس. وانا قلت لي بابا. نقول له بابا ولكن الا مشى هادشي بخير. الا مشاش بخير غندوا في رمو. سي احمد. وبيبيا بكا منى هادي والسي الصديق يستاهل حواليا كاع يا بيبيا.
اليوم ما غادي دير والو، انا غادي ندير كلشي. جيب لي باش غادي نجي هكا. فوالا اشنا حبات مولاتي الاميره تشوف من القناه؟ ما بغيتش نشوف التلفزيون. واش حب الخاطر؟ بغيت نسمع موسيقى. موسيقى الله يسلمك. راك جيتي في الوقت. عيسى قال لك عنده شي سر ما سر وحلف ما يقولوا لنا، قال لك حتى نكونوا مجموعين كاملين. ايوا احنا مجموعين السي. اش كاين السي عيسى؟ ها؟ انت حلفتي لا قلتي الشارجان عيسى؟ والله لا سمعتيها مني واخا طاير. اتعقلوا على هادشي اللي مول الببوش اللي بتنا عندو ديك الليله؟ الله ربي ايوا ولد الحرام داك اللي بيتنا على الدس. مال هاد مول الببوش مالو؟ مول الببوش اسيدي كبشي لا باقي ابقينا ديك الليله انا والسي الجلالي كنتفكروا ديك الايامات الزينه ديال القيره. ديك الساعه السي احمد والسي الصديق غلب عليهم النعاس الطوير بقى شاد مع ناس وطاح ليا العجب. الطوير بقى فايق معنا الليله كامله وشاد مع جوج ديال الشرجانات. ملي كنت كنحكي على الجلالي كنعاود ليه على داك الاليماني اللي زغبوا الله وتلاقى بيا. وخلي عليك الالمان الالمان عرفتوا واش غيجيكم مليح؟ إلا ما سكتش أنا غادي نخرج بحالي دابا. لا لا سي طاهر مالنا على هادشي الله يهديك. شتي هادوك العيالات اللي كنتي مزوج بهم السي السعجان؟ ما ماتوش انتحروا. واسي أحمد حق الله إلا هادي عندك فيها الحق على الخاطرهم ومعلوم ينتحروا. سي الصديق أنا غنعس إلا قال لكم السر فيقوني. لا لا شوية استمر. والله السي الصديق وما تسني حلوف. ملي كنا في القيرة مع الصبر اللي فيا كنت نقدر نبقى مخزون في الحفرة نتسنى شي لاليماني يبان. اش غنقول لك كنبقى فيها يوم يومين عام عامين عامين وما ناش خاسرين نخلصوا على بواد الضريبة. حيدوا عليا صبركم قليل. واش عقلتوا على ديك الليله اللي بتنا عند السجيله اللي مول الببوش؟ لا 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 سي احمد كبش لباقيش؟ لا انا نعست. سي طوير كبش لباقيش؟ والله من يدي لا شربتيه كب. وانا غنديرها بلا اتاي. قلت مع راسي الا حيدت لكم الفلوس غادي تتعلموا كيفاش تدبروا على ريوسكم ودوزوا منين دازوا العساكريه. عليا اليمين انت عارف شكونهم؟ عيالك. خلي لي هاد شري سمع والله شري 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 شري
واش ضروري تمشي معاه لطنجة؟ الراجل عطيتو الكلمة في مراكش، خصني نبقى قدك المثيل. وحمد الطاهر تا هما غاديين؟ لا أحمد باغي يمشي، ولكن طاهر غير بززو خلاص. ولد عيسى اش عندو في هاد طنجة؟ لا لا ما دخلتش ليا أنا في مخي هادي ديال يمشي غير باش يتصور في صور المعاكس. إيوا عيسى بالصراحة ما باغي يقول شي. جاك ولا قفا مالك ياك لاباس الطوهر ها جايبنا من مراكش حتى لطنجة ها كذبتي علينا باش انت تشوف واحد السيد ادوي نجيو حتى لطنجة باش نشوفوا البحر ونتصوروا في سوق المعاكيز ما حشمتيش انا ما كذبتش عليكم ايوا انا غير ما كملتش لكم الجمله واش فهمتوا شي حاجه محال واش نفهموه حتى واحد فينا ما مدوز العسكر انا ما قلتش لكم الجمله الكامله هو حقا تحقيقا قلت لكم نمشيو لطنجة ونشوفوا البحر ديالها ونتصوروا في صور المعاكيس ياك وتما وقفت وتحركوا اسر وتحركوا يا سلام الله اوه واستحمل ونوت زيد وفي نزيد اقول هاد العقابي راح تصولي ركاب تش من عقاب تولا كوشتي العقابي اللي في الاليمان يا ما تدويش عونو عونو الصديق عوني سير قلب على الدار وجي ديني نوض نوض استحمل نوض وديرها ما بقى قد اللي فات نوض ونوض نوض 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 ما بقى والو نوض عكز عكز يلا بكره الله يلا زيد زيد هانفوت واحد القوس راه نعتو ليا مزيان زيد تسقسي ولا شي حاجه اي لا لا كمال الزعروري داك اللي عنده عنده طوموبيلات كبيره ديال بلجيكا اي قالوا لي ساكن في زنقه باب العصا هي هنا قدام هنا صافي هي هذيك بارك الله فيك الله يصلح الطريقه الله يصلح يلا سيدي زنقة باب العصا من هنا باب العصا اي وراه انت اللي خاصك العصا وخاصنا حتى حنا اللي تابعينك في هاد الطريق تابعك انت زيد كمل الهضره زيد برك زيد يلا زيد 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 يلا باب العصا واتلقوش لكم تحركوا يا انت راقب ما عرفت ما ايه سيدي سيدي يلا تلقى راسك سيدي ظهر لي هذه هي الزنقه سي احمد تقدر تنزل لا لا
اش غادي نقول لك السرجان شافعيت؟ الهلاه خطيك علينا وصافي. الهلاه خطي عليك وحدك، انا ما عندي ما ندير به. السرجان عيسى سد الساك ديالك. قال الله يجازيك بخير اسي الصديق. قول لي لالا كنتي ساكنه هنا؟ ايه علام كتسول؟ لا ما كنسول على حد، انا وحداني ويتيم وقلبي هشيش لحني الله يرحم. ضحكتيني وحداني؟ ايه ايوا غير حل عينيك وشوف مزيان وغتلقى لي ونسك حيد منك الوحدانيه. ربي ربي واش سماك الله؟ سميتي فطومه ولا سميتي الطاهر؟ ولكن من اليوم ما نقدرش نقول لك فطومه هكذا حافيه. من اليوم ما كاين غانا لا فطومه لا فطومه لا فطومه. بالي ما غنمشيو من طنجة حتى غنديروا العرس. شتي الناس بحالك قلال اللي لسانهم كيخرج غير السكر. السكر والعسل والسمن ومازال ما سمعتي مني والو. صاحبك علام كيسول. وعيسى هذا صاحبك اللي جينا نقلبوا عليه اسميتو؟ سميتو كمال الزعروري. كمال ورا جار راه شحال هادي وساكن معانا الدار حدا الدار. جاركم شي دابا هاد كمال صاحبك اللي جيت تقلب عليه غنولي وانا وياه جيران. يلا نوريكم الدار. يلا هادي ها الدار ديالي. بارك الله فيك. السلام عليكم هاد الساعه. خلي عليك السيد. غازيد غازيد وغازيد. بس هنا وقف هنا وزيد تيحل بعدها. غاد وينه معاك ويدي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه دار السي كمال الزعروري. هي هادي شكون نتوما؟ انا السرجان عيسى. انا هو اللي دويت معاه من مراكش وقلت ليه غادي نجي نشوفك في طنجه. هادو صحابي قولي خوتي حنا عائله وحده. تفضلوا دخلوا دابا يجي كمان. بارك الله فيك زيدوا الخوت زيد. يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي واحد دقيقة وأنا شكون هو هذا؟ ولا عيسى غيجيبنا عند شي واحد بعقله؟ ما يكون غير شي مصطي أكثر منه. والله هذا الولد إلا فكرني واحد العسكري في الألمان. كنا ملي كنوقفوا الدق والتشنديق كيبدا هو يلعب الرطاوة كيشغل سيدي احمد وموسى. وعيسى وعيسى وسكتنا سكتنا. شكون هاد الناس اللي تحت؟ هذا سيدي هو الراجل اللي قلتي لي جاي من مراكش. بالي داس لجمع الفنا وجمع كاع اللي جايين في الطريق وجابهم معاه. كتفلها عليا ورا ديالي كتفلها عليا. انت قلتي لي راجل واحد اللي جاي صدقو جاي الرباحه. وانا ملي هضرت معاه في التليفون قال لي هاني جاي ماشي احنا جايين. وشنا نديرو دابا؟ ما عندنا ما نديرو. قال لك شي امانه خليها عليا الوليد عنده قبل ما يموت. 30 عام هذه هو كيقلب عليها. وشنا هي الامانه؟ ما بغاش يقول لي في التليفون. تفضل
تيشوط اش كيشتي في العالم انت ما شتكش انا مرحبا بسي عيسى وصحابو الله يبارك فيك اسي مرحبا والله ولدي وما تسني حلوف ياك تخيف لا نموت قبل ما نشوفك انا من نهار شفت النداء اللي درتي في هذاك البرنامج كتقلب عليا وانا متشوق نشوفك ونعرف علاش بغيتي تشوفني الحمد لله اللي شفتيني كنت خايف لما تشوفش الحلقه وما عمرنا نتلاقاو في الاول ماشي انا اللي شفتو واحد ولد عمي شافها وعيط ليا قال لي راه واحد السيد كيقلب عليك في التلفازه حضرت البرنامج تعاودي واش جلتو ما عندي ما نسالك ولدي عافا ولدي الا مازال عندك هذيك الحلقه دوزها لنا باش نشوفو الشارجان عيسى في التلفزيون عيسى وليدي بغينا نشوفو الشارجان عيسى في التلفزيون والآن مع فقرة نداءات السلام عليكم انا اليوم جيت منيش على جوج ديال الحوايج الاولى كنوجه النداء ديالي للمسؤولين باش يقادوا الوضعيه ديال العساكريه وخصوصا دوك اللي ماتوا على قبل بلادهم وما خلاو والو لولادهم ابقاو ربنا خلقتنا لا هما بهذيك ولا هما بديك والنداء الثاني انا كنقلب على كمال الزعروري ولد السي البشير الزعروري السي البشير اللي كان معايا في القيره واحد النهار قبل ما يموت اعطاني واحد الامانه وقال لي نوصلها لولدو كمال عطا لي ديك الساعه كنت انا وياه فوق واحد الشجره مخبيين على الباتروي ديال لاليمان شويه داز واحد الصقع ديال لاليماني من تحت الشجره قبل ما يقشعنا قطعنا النفس نقول لكم 6 دقائق 6 سوايع ما بقيتش عاقل ما كانش عندي الكرون المهم عسيت على والدي وهنا نزل عليه بالكلاطه بلا كروس ديال المكحله فرشخت ليه الراس ها ورديتو دوده ميته ما بقاش يفنفن ديك الساعه نزل عندي السي البشير الله يوليه برحمه الله والدموع في عينيه وقال لي اتمنيت الشارجان عيسى ولدي كمال يولي بحالك ملي كبر ودابا خوتي اللي كيعرف فيكم كمال وشافو يهتف ليا ولا يهتف للبرنامج والنمره ديالي هي كالتالي صفره وصفرين الف وصفره الاف وصفر ميه وصفره وصفرين ودوزوا بخير نكتفي بهذا القدر والى الحلقه المقبله بحول الله يا سايسا راك شوقتينا يا اخي قول لينا خلاص عن الامانه اللي خلالك السي البشير الله يرحمه اش غادي نقول لك اولدي باك البشير كان من اعز صحابي وكنا كنعاودوا لبعضياتنا اي حاجه على الحلوه والحاره وكان كيعاود لي عليك باك البشير مات في يدي انا اللي قبلته وانا اللي شهدت ليه وقبل ما يموت اعطاني هاد الميداليه وقال لي انا ما خليت لولدي كمال باش يعيش على الاقل نخلي ليه هاد الميداليه باش يعرف باللي بواه كان كابابل بواه كان عسكري شجاع هاد الميداليه تعلقات لي انا وياه الله يرحمه في نهار واحد هو الشارجان البشير وانا الشارجان عيسى الوليد الله يرحمه مات وخلاني مازال صغير شبعت منه كان ديما غايب في العسكر ما خلى لي حتى شي حاجه باش نتفكر
ملي جبتي لي هاد المدلين شم فيها ريحته ما عرفتش اشنو نقدر ندير باش نرد لك هاد الخير. ايوا دابا نقدر نقول لك الشرجان عيسى، نقولها ونعاودها، الشرجان عيسى يا من اللي عرفوه. قولوا لي شنو بغيتوا، اش حب الخاطر، شنو بغيتوا تعشى، شنو بغيتوا لا وليدي ما قادين على والو. ما قادين على والو؟ ما حشمتيش اش صار لنا عيشة؟ وليدي ما كان هذا الشيء، الضيف ما يتشرط، اللي كتب الله وخلاص. اسمحوا لي نمشي غير هنا نقضي شي غرض ونرجع. اش من غرض؟ انا نقول لك من بعد. ايه عرفت اش من غرض مشى يقضي؟ هبخ هبخ. السرجان عيسى انا. بغيت نسولك انت ولا لاله فطومه؟ ياهو انا شحال خاطر ممكن نهضر معاك في شي موضوع الا سمحتي ندخل ونبركو باش نتفاهموا على خاطرنا. تفضل. قول لي بعدا سميتك؟ انا سميتي سفيان. سمية زينة هادي، باين ليها السي سفيان بلي أنا وياك غنتفاهمو مزيان. لالا فطومة أنا؟ لا مشيت غير هنا غادي. مزيان باش نتذكرو على خاطرنا وبلا ما نطول عليك. وقول لي مبارك مسعود راه جيت نخطب لالا فطومة. هي تلاقينا وتفاهمها وشفتها ودخلت لي في قلبي وأنا نقول مع راسي علاش ما نتكرش على الله؟ الواحد في هاد الزمان السي سفيان هو اللي يعرف كيفاش يضرب الحديد ما حدو سخون. واخا تسنى عندي هنا انا راجع. وليد والوليد وليد نوض تشوف واحد السيد. اش كاين ياك لاباس؟ نوض سمع بودنيك نوض. واش غادي نسمع؟ واحد السيد برك في الصالون جاي باغي يخطب في الوالده ديالي. كتقول اش بغيتي؟ اش بغيتي؟ سي طاهر اش كدير هنا؟ السي طاهر تبارك الله وكتعرفيه. السي طاهر لالا راه جاي باغي يخطبك. اويلي اش كتسمع؟ اويلي واش عرفتي شكون انا؟ شكون؟ انا راه راجلها. راجلها؟ ناري مشيت فيها. واش عرفتي شكون انا؟ انا يتيم وغريب وبراني وما قدرنا الصداع وحدودي. ناري الله راسي اترك الدار اطلق بيه وعيش السرجان وتصديق. الله داري الله داري الله داري. اشهد تلاميذ السلطان ما تسولونيش. وكلس تاكل كلس ناكل وكل بعضني وناكل. والله الا فكرتيني في واحد الالماني عطيته بحال هاد القتلة هادي. والله عيسى ما سكتيني. لا واش انا قلت لك سير خرج ولا عطيني تنسى مالك طحتي ولا شنو تلقاو لك؟ دابا نقول لك شنو وقع علي. السلطان هاش برد هاش برد. لا ما نبردش غنولي نكمي غنكمي دابا حداكم كاع ما غنبقى نتخبى. ناكل البوم ضحك انت البوم الموصل.
وكمل وكمل شوف ديك لافاري مطوبين ديالنا واحد الصويره خلوها ذكرى. شوف ديك لافاري يا ودي الوقفه يا ودي راكم صافين ناجحين في التحضيري راه الصويره عادي ندير لك صويره اجي السلطان خرجي دابا خرجي وقف اسي احمد ولا عرفتي اش غادير اجي الصديق يلا تقاد هنا شوف شوف مزيان يلا سي كمل